لك يقبرني موديلك، يقبرني شكلك، يقبرني شفافك وطيابك والله اللي خلقك. دخيلك شو طيبة؟ لك دخيلك انت، لك دخيل موديلك انت. بتعرف انه انت حلم؟ انت هيدا الرجل المثالي اللي نحن وصغار كنا نبرم عليه. ما بعرف قد ايه انا مصلاي، قد ايه انا محظوظه، كثير خيرك يا الله يبعث لي. ما بصدق انه هيك رجال معي الي. واو، لك انت قد ما هيك، قد ما كيوت اللي بتتاكلي انت، بتتاكلي هيك، قد ما طيوبه وقد ما رائعه ناعمه. اميره انت، اميره. يقبرني موديلك وشكلك وهيئتك ومنظرك وطولك. يا الله مستحي من حالي. بس بتعرف مع انه قلي يوم واحد بس بعرفك، بس حسي كانه قلنا شي 10 سنين ومع بعض. وانا كمان زيت الاحساس. بس ما قلتي لي انت شو بتعملي، شو بتشتغلي؟ انا بشتغل، انا المديره العامه تبعول كل شيء انتاج للتلفزيونات. بناخذ اشي هيك على حسابنا وبنعملها. حلو. انت بتشتغل مثلي تقريبا نفس الشيء او قريب؟ لا 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 أو لا، غير بتشتغل بعد؟ ايه اكيد. انا دكتور. لا بلا؟ لا ما فيك تكون هيك، ما فيك. لا بدي مش هون يكون شكله منظر موديل ودكتور ودكتور، وقدرت لحق انه انا تلفن لك وانت تجي لعندي على جنينه؟ صدقيني لك انت بس دقيتي لي، انا ما عرفت كيف جيت طيران، تركت عيادتي حتى لك ايدي ما لحقت اغسلهم بس كرمال اجي اشوفك. تسلم لي، هيدا حلم لإلي. حياتي ما قلت لي انت دكتور شو؟ انا جاسترو انترولوجيست واختصاصي هو الامورويدز. ايه اوكي. بس انا ما كثير بفهم بهول الاورز يا هول الاسامي. شو يعني؟ يعني انا حكيم بوسير، اختصاصي بوسير. بوسير. ايدك عن وجهي، ايدك عن وجهي بسرعه. قلت لي مستعجل ما لحقت تغسل ايديك؟ كرمال شوفك. دلال؟ دلال؟